وبحترم نادي الزمالك جدا، لان الناديين الحقيقه يعني شرف للكره المصريه وللكره الافريقيه. بس بما اني يعني اهلاوي وبحب الاهلي قوي، فانا يمكن شويه منحاز للاهلي، دي بتبقى حاجه غصب عن الواحد، لان احنا اتربينا على الكوره الاهلاويه، وخطيب وطاهر ابو زيد ومختار مختار ومصطفى عبد ومصطفى يونس، الناس بتوع زمان ان هم جيل. يعني لما يبقى في مباراه بقى يعني ديربي كده بين الاهلي والزمالك، لا سيما المباراه بتاعه النهارده اللي هنشوفها بعد شويه، انا فرايد المباراه دي ليها يعني ملابسات خاصه شويه، لانها جت في توقيت الناديين في 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 حالتين متشابهتين. يعني نادي الزمالك الحمد لله السنه دي مستقر فنيا ومستقر اداريا وظروفه كويسه الحمد لله. النادي الاهلي زي ما عودنا دايما طول عمره ظروفه الاداريه وظروفه الفنيه ان شاء الله الحمد لله كويسه. فالناديين في ظروف حلوه الاثنين، وانا اعتقد ان المباراه هتبقى مباراه قويه جدا وتنافسيه جدا، واتمنى ان كل اللعيبه يعني يشتغلوا يلعبوا بروح طيبه وتبقى منافسه شريفه وقويه ومشرفه للكره المصريه كلها.